قاد خليفة عن وعد باسط خوفة النعام قطرا عرب شبه الجزيرة في ربوعه ربعوا وكل أبو خالد يلي قدم الضيفان السنام حشمة المنصان التراث رجالنا واللي لفظ مشاهدينا متابعينا الاعزاء نتواصل معكم من جديد مره اخرى مع انطلاقه شوطنا الخامس عشر وشوط ما قبل الختام والمخصص للقعداء المحليات الاصايل للسنه الجذاع بمثابه الخمسه كيلومترات انطلاقه ابناء القبائل في هذا الصباح الجميل والتحدي المثير اتابع الصداره واتابع شعار بن سليم من يقود هذه الأسماء ويتواجد شاهين مع المركز الأول حمد بن سالم بن سليم الاكتبي من يقدم هذا الاسم مع المركز الأول على صدارة هذا الصراع المركز الثاني القدوم والاندفاع في هذه اللحظات من شاهين علي بن خليفة بن بليشة الاكتبي من يقدم هذا الاسم مع المركز الأول مع المركز الثاني عفوا والمركز الثالث شعار بن شنة قادم مع بروبلم سلطان بن يعروب بن علي بن شنة الاكتبي مع المركز الثالث وصل هذا الاسم الغريب مع المركز الثالث يقدم بن شنة بهذا الأداء الجميل المركز الرابع وصول في هذه اللحظات متابعينا الأعزاء إزعاج بن سلطان بن فاضل الاكتبي مع المركز الرابع أما المركز الخامس زعفران أحمد زيب الحمد الفلاسي مع المركز السادس والمركز السابع القدوم في هذه اللحظات من ازعاج عبيد السلطان بن فاضل الاكتماع المركز السابع اما المركز الثامن الذيب سعيد بن حسين بن دريوه الاكتبي مع المركز الثامن والمركز التاسع متابعينا الاعزاء حضورنا الجميل القدوم والاندفاع من كفو ثاني بن علي بن سيف الدرمكي مع المركز التاسع والمركز العاشر غازي محمد براد بن مبارك وسرود مع المركز العاشر هكذا هي الأسماء هكذا هو المسار متابعينا الأعزاء لرحلة هذا التحدي لرحلة هذا المسار الجميل مع هذه الأسماء التي تبحث عن الانتصار وتبحث عن الناموس الغالي ولكن لنا عودة مع المركز الأول لنا عودة مع القيادة الأولى شعار بن سليم كعادة هذا الشعار لا يقبل إلا بالانتصار إلا بالمركز الأول الله الله الله, الله. شاهين مع الصدارة شاهين مع المركز الأول والمملوك لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي الذي يقدم هذا الاسم مع المركز الأول مع الصدارة الأولى أهالي الميدان يا بن سليم يطالبونك بالسلامات بهذا الصباح الجميل كما عودتهم دائما مع النواميس ومع الانتصارات المركز الثاني وصل شاهين آخر في هذه اللحظات مع شعار أبو خليفة والمملوك لعلي بن خليفة بن بليشة الاكتبي الذي يقدم شاهين مع المركز الثاني أما المركز الثالث الوصول والاندفاع من كفو مع شعار الدرمكي ثاني بن علي بن سيف الدرمكي مع المركز الثالث أما المركز الرابع القدوم من زعفران أحمد سيف بن حميد الفلاسي القادم مع المركز الرابع أما المركز الخامس وصل شعار بن دليوي في هذه اللحظات ليقدم الذيب مع المركز الخامس سعيد بن حسين بن دلوي الاكتبي مع المركز الخامس والمركز السادس وصل بروبلم سلطان بن عروب بن علي بن شنه الاكتبي مع المركز السادس وبدا ينطلق مع المراكز الاولى المركز السابع القدوم والاندفاع من ازعاج عبيد بن سلطان بن فاضل الاكتبي مع المركز السابع والمركز الثامن هملول سعيد بن سهيب بن دلوي الاكتبي من يقدمه مع المركز الثامن
هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل ولكن لنا عودة. بدأت الأبتار تتقلص يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعين، ولكن بن سليم لا زال هو صاحب الصدارة، لا زال هو صاحب القيادة الأولى. الله الله الله، حمد بن سالم بن سليم الأختي من يقدم شاهين مع المركز الأول مع القيادة الأولى، يبدع مع سن الإجذاع، ولكن القدوم من شعار الدرمكي مع المركز الثاني يقدم كفو مع المركز الثاني، أما المركز الثالث شعار من بليش قادم مع المركز الثاني يقدم شاهين. الله الله الله، بن دليبي قادم مع المركز الرابع يقدم الذيب، احلوت المنافسة. أما المركز الخامس زعفران مع شعار الفلاسي، هكذا يا الأسماء، هكذا هو الفايف ستار. ولكن الدرمكي غير مجريات هذا التحدي بعدما اقتربنا ونفتح الغلاف الجوي. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، جولة الأوامر وجولة العرقات والتكتيكات والإبداعات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك، اللي بتروح. الله الله الله، اصدرت التعليمات، طارت هذه الاسماء. هملول اول المغادرين، هملول ولا زعفران، احمد حسين بن حميدان الفلاسي مع المركز الاول غير مجريات هذا التحدي. الدرمكي مع المركز الثاني يقدم كفو، ولكن كفو يعود من جديد. كفو انت كفو لهذا الانطلاق الجميل، كفو لهذا المركز، المركز الاول كفو مع الصداره، كفو مع المركز الاول. ثاني بن علي بن سيف الدرمكي من يقدم كفو مع المركز الاول. كعوائد هذا الشعار لا ياتي الا مع الانتصارات، الا مع النواميس. كفو 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 يا الدرمكي على هذا الاداء الجميل مع المركز الاول. اهالي العين دار الزين بهذا الصباح، منطقة هيلي بهذا الصباح الجميل، تذهب السلامات محمد عبار. كفو يا الصباح الجميل، تستاهل يا ابو علي. سلام هيلي سلام، والسلام يتجه الى مالك كفو. ثاني بن علي بن سيف الدرمك عبز المركز الاول. كعوائد هذا الشعار اقتناص النواميس والانتصارات. المركز الثاني كان وصول زعفران مع شعار من احمد الفلاسي. اما المركز الثاني متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل كان حاضرا في المركز الثالث شعار بديوي مع الذيب، والمركز الرابع كان وصول مشاكل مع خليفة الكتبي، والمركز الخامس مع شعار بن سليم. هكذا هي النتيجة متابعينا الأعزاء. نعود أنا موسى مالك كفو، ثاني بن علي بن سيف الدرمكي. سلام العين سلام.